وجودي اليوم راهو مش محضر، يعني مش محضرينه بدرجة كبيرة، لكن أنا لا أمثل وزارة الثقافة ولكن أمثل الفنان التونسي، واللي هو قريب برشا من ليبيا والشعب الليبي. حبيت نتقابل طبعا معالي الوزيرة حتى نحكي في برشا مواضيع. اليوم نحب نشوف الجمهور الليبي يستمتع بحفلات، يستمتع بفنانين بلاده، ويستمتع بالفنانين اللي يحبوهم من 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 الوطن العربي. يزم رؤية جديدة للثقافة في 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 ليبيا. الشعب يحتاج إلى متنفس، يحتاج إلى أنه يكون عنده مهرجان مثل قرطاج، مهرجان مثل جرش، وهذا حقه. فهذه الآن هذه الأفكار اللي حبيت نوصلها للمعالي الوزير حتى يكون عندهم رؤية، وهم أكيد استراتيجيتهم هما رؤية، وكيفاش نحن النجم بتجربتنا كفنانين وكتوانسة نحبوا ليبيا ونعتبروا روحنا معنا أنساب، نحن متناسبين متصاهرين، أنه نقدم على الأقل فكرة، وحتى معناها فكرة صغيرة تولي فكرة كبيرة بدعمهم هما، لأنه الدولة ما شاء الله عاملة مجهود، لكن اليوم نحتاج إلى دعم للناس اللي عندها تجربة في هذا المجال، ومن ضمنهم على الأقل تجربتي المتواضعة حتى نعطيه بعض الأفكار. وهذا اللي حكينا أنا ومعالي الوزيرة. جديد سيسيورة، فما حاجات جديدة، فما حفلات، فما تواريخ إن شاء الله في الصيف في تونس، في الأردن، في السعودية، زي كيف نحب نشوفوا كل بلد عربي مثل ما حاصل اليوم في المملكة. يعني نحب نشوفوا النهضة الفنية والإنتاجية والحضور العربي الكبير، الحضور الفني العالمي الكبير في كل بلاد، ما مش فقط مكان واحد. فهذا شيء لازم ناخذه بعين الاعتبار، ويكون عندنا معناها في كل بلد عربي مهرجان كبير وحظوة كبيرة بالثقافة، يعني في 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 بلاده. وأنا أقولها ديما، أقولها بلد بدون ثقافة عبارة على جسد بلا روح، وهذا هو اللي نحب نوصله. طيب هل حنشوفه؟ كلمت برشا. لا بالعكس. هل حنشوفه غاني بصبر والله عيد الله يا أخوي؟ إذا فما كلام يقدم لي نلحنوه ونعملوه. نعرف أنه الكلمة الليبية والشعراء الليبيين ما شاء الله موجودين وممتازين جدا، وغنيت قبل على فكرة يعني أغاني ليبية، عاش تدخلوا اليوتيوب تتلقاوا أغنية ولا اثنين غنيت في بدايات يعني. اليوم أنا كسابر الرباعي اليوم نتمنى أنه يكون عندي مش أغنية فقط يعني ليبية، إن شاء الله أغاني. طيب فهم أنا والمعالي الوزير نشوفوا المشروع هذا إيش نعملوا فيه. وجهنا الكلمة لعموم الشعب الليبي. شوف يعني شو باش نقول انا، احنا اليوم في تونس تشوف الكراهب الليبية اكثر من التوانسه ممكن، فبالعكس احنا ما عندنا، احنا الحاجه اللي تفرق بلدينا هي الحدود والحكايات هذه اللي عملوها قبل، لكن احنا شعب واحد، احنا مصير واحد، احنا اللي قلقنا يقلقكم، اللي فرحنا يفرحكم، والعكس صحيح. الـ احنا مصيرنا كما قلت لك انه وهدفنا انه نوصله، يعني يكون عندنا لحمه اكبر واكثر وتواصل اكثر، ونشوفوا بعضنا. راهو احنا ما احنا احنا مالينا الا بعضنا صراحه، يعني ليبيا وتونس راهو ماليهم الا بعضهم. احنا اليوم كي نشوفوا العوائل الليبيه اللي موجوده في تونس، ولا التوانسه اللي موجودين في ليبيا، ولا كيفاش متسهرين مع بعضهم، ما عادش نحكيوا على تونس وليبيا، نحكيوا على شعب واحد. دونك انا نتمنى ان نشوفهم دائما بخير ساعه قبل كل شيء، ونتمنى انه نلتقيوا في ديما نرجع للحفلات والمواعيد الثقافية إن شاء الله، نشوفهم قدامنا ونشوفهم نغنيوا قدامهم ويفرحوا معنا ونفرحوا معهم إن شاء الله. مازال عندك سؤال باهي؟ سمحني آخر سؤال. آخر سؤال. في زيارتك الأخيرة لليبيا أنت ومننا أنغام، هل بعد ما رجعتوا وتلقيتوا مع الفنانين، هل الحاجة هذه كانت إيجابية؟ هل كان في حديث بينكم وبين الفنانين الآخرين عليه؟ ممكن زيارة أخرى للفنانين لليبيا، إحياء حفلات فنية ليبيا، هل كان في رغبة من الفنانين؟ كفنان أكيد، لا أكيد أنا دايما ما فيش شك. شوف وضع خطة ماشي على حفلة وعلى تاريخ
وضع خطة على مدى سنة، والسنة هذه العام ذاك يتجدد ويتجدد. فهذه راي مش 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 تاريخ فقط أو مناسبة، لا، لازم تكون مناسبات، لازم تكون تواريخ معينة، لازم تكون معناها حضور الفنانين هذوما، نحكي على الفنانين الليبيين والفنانين العرب، تواجدهم مهم، راهو يعطي للسياحة معنى، يعطي للثقافة معنى، يعطي للاجتماع للمجتمع الليبي معنى. فاحنا احنا مستعدين ان نجي ونغنيو في ليبيا بكل حب وما غير حتى ادنى معناها مشكل يعني. شكرا.